مساء الخير أحبائي على قنوات اليوتيوب وعلى الفيسبوك. النهاردة أنا بكلمكم من الأكاونت الثاني، مش الأكاونت الأساسي برضو، لأني على الأكاونت الأساسي مازال مرفوض طلوعي مباشر على الفيسبوك من الأكاونت الرئيسي بتاعي. لكن الأكاونت الثاني اللي هو الثانوي اللي هو ده الاحتياطي مسموح ليا اطلع هوا، مع انه من نفس اللابتوب ومن نفس الجهاز. ده دليل على اني الاكونت بتاعي الاولاني الرئيسي علي حظر من الخروج مباشر، وده بسبب ان انا اعلنت قبل كده عن ميعاد حلقه اتكلم فيها. فطبعا اخواتنا اللجان الالكترونيه اللي هم ضد المعارضه او ضد كلامي اللي انا بقوله، ودول طبعا مصريين سياسيين، بلغوا إدارة الفيسبوك فاتمنع خروجي مباشر على الفيس الرئيسي. عموما دايما في طريق ودايما في سكة. النهاردة خارج لكم على الأكاونت التاني، وإن حصل وقطع البث المباشر بيني ما بينكم ما تشيلوش هم، أنا مسجل على كاميرا تانية وبرضو هيخرجوا لكم الفيديو بطريقة أو بأخرى، من هنا من هناك هنلاقي طريقة والكلام هيوصل لكم. النهارده الكلام خطير جدا 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 وبمستندات. النهارده يمكن معايا اكتر من 30 مستند، يمكن اكتر من 30 مستند، والنقاط اللي هنتكلم فيها نقاط حساسه. لو في اسئله من حضراتكم انا برحب بيها، في نهايه الحلقه انا بجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. الحلقه النهارده زي ما انا كاتب كده، الرئيس السيسي وخطف القبطيات وأسلمتهم بالطبع وكسر الكنيسة. الحلقة اللي أنا هقدمها لكم دي حلقة تفكروا بعد ما نخلص، يعني بعد ما تسمعوا كلامي دوت وبعد ما نخلص تفكروا، هل إحنا بتحكمنا منظومة حكومية فعلا منظومة حكومية محترمة، ولا إحنا بنحكم من عصابة، ولا إحنا في مصر بتحكمنا عصابة؟ الحلقة دي اللي هي مباشر أنا هقول لكم فيها كلام، وممكن أستند بفيديوهات، بس الفيديوهات طبعا هتظهر لكم في الحلقة اللي على قناة اليوتيوب عشان أضمها مع الحلقة، لكن أنا هقول المحتوى بتاع كل حاجة. تعالوا كده نبتدي بقصة صغيرة، قصة مسلسل اتعملت في رمضان، قصة مسلسل اسمه كفر دلهاب. كفر دلهاب، واللي مثل المسلسل ده وأعده وكاتب قصته يوسف شريف، بس يمكن كل الناس يعدي عليها المسلسل ده مرور الكرام، لكن أنا ما عداش عليا مرور الكرام. المسلسل ده يعني اتصور على أنه في حقبة تاريخية بعيدة وفي بلد لسه بدائية، لكن كل مدلولات المسلسل ده على اللي بيحصل في مصر النهاردة. البلد دي اللي هي كفر دلهاب بيقولوا ان فيها شيطان في البحر، فالناس دايما بتخاف من الشيطان اللي في البحر، يقال كده. لكن شوف حبكة المسلسل ازاي. رئيس البلد مش عمدتها ولا عمدة ولا غيره، ما فيهاش عمدة، فيها شيخ غفر. ما معنى ان رئيس البلد اللي ماسكها ومتحكم فيها ومتحكم في البشر شيخ غفر؟ يعني قائد شرطة، يعني قائد جنود بما معناه. ركزوا معايا، يبقى الرئيس المتحكم فيها هو شيخ الغفر، مع ان احنا متعودين في القرى دايما الرئيس هو العمده. لا، دي الرئيس بتاعها هو شيخ الغفر. وشيخ الغفر ليه مفاسد، وعشان يعني يمشي مفاسده بيرشي القاضي وبيرشي شهبندر التجار وبيرشي الكل. يبقى عشان يمشي القاضي تحت باطه ويمشي التجار وشهبندر بيرشيهم وبيمشيلهم حاجات غلط حتى لو وصلت للفساد والقتل. الفكرة ايه؟ الفكرة في لحظة دبت امراض غريبة في هذا البلد، في كفر دلهاب دبت امراض غريبة، وطب عليهم واحد حكيم. فكل الناس كل الناس قالت الحكيم ده هو اللي هينقذنا، وفعلا الحكيم ده كان كل حاجة، كل حالة يدخل عليها يعالجها، كل مصيبة تحصل يعالجها،
لدرجة في مرة شهرته زادت قوي وحب يعدموه. لما علقوه في المشنقة ما تشنقش هو وصاحبه، ما تشنقوش، فقالوا لا ده حاجة كبيرة قوي. في الآخر، آخر المسلسل، اتضح إن كل المشاكل في البلد، كل المشاكل اللي في البلد اللي بيحلها الحكيم دوت، وكل الأمراض اللي جت في البلد اللي بيعالجها الحكيم دوت، هو الحكيم هو اللي عاملها، هو الطبيب ده اللي فاكرينه منقذ هو اللي عاملها، هو اللي بيعالجها. لأن اتضح في الآخر إن الحكيم والطبيب دوت هو دلهاب الشيطان، دلهاب اللي مسكون. هي طبعا قصة، بس عايز يقولك إن اللي بيعمل إنه بيحل المشاكل واللي بيحاول يصلح المشاكل هو نفسه اللي عامل كل المشاكل واللي صانع كل المشاكل، وإنه هو أصلا شيطان. وإن كان في كل المسلسل باين حنين والستات بتحبه وكلامه ناعم جدا جدا جدا، آخر لقطة في المسلسل لو حضرت المسلسل بيلتفت كده للست اللي كان بتحبه وميتة فيه، وعينه بقت بيضة، وطلع صوت الشيطان اللي هو الضخم، صوت دلهاب اللي هو الشيطان. يوسف الشريف اللي عمل المسلسل ده يقصد بيه حاجة أكيد، بس أعتقد إن يوسف الشريف من خلال القمع الفكري قدم قصة جميلة في شكل رمزي، وإن كان مش كل الناس فهموها، بس أنا من ساعة ما حضرت المسلسل ده لقطها. وتحياتي للأستاذ يوسف شريف اللي عمل مسلسل ليه مغزى قوي جدا جدا جدا، ولا ميت مقال يقدر يوصل له، ومحدش يقدره غير اللي بيشغل دماغه بس. طيب نخش بقى في موضوع الحلقة بتاعتنا. خلصت الانتخابات والمسيحيين انبسطوا ورقصوا وطبلوا وادوا اصواتهم لسيادة الرئيس السيسي، والرئيس السيسي نجح بصلوات البابا وبدعوات البابا وبدعوات الأساقفة. بس خلص الفرح يا شباب، وشهر العسل اللي كان أثناء الانتخابات اللي هو مفوش اعتداء على أقباط ومفوش خطف قبطيات انتهى. احنا لينا شهر يا أو شهرين من قبل الانتخابات يا شباب، لا في خطف ولا في اعتداء. ينفع ده برنامج معقول بقى؟ يبتدي الخطف على طول بعد، على طول بعد نجاح سيادة الرئيس على طول، وتبتدي بقى يعني احنا عندنا عجز الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت كان عندنا عجز، كنا متوقفين عن خطف البنات القبطيات عشان نأسلمهم. طب نشتغل بسرعة بقى عشان نعوض الفقد. لما كنا بنقول بلاش التطبيل وبلاش التفاهة وبلاش الحماقة وفكروا كويس، كنت بتقولوا علينا ما بنفهمش واحنا ضد. لا احنا بنفكر. الفرق بيننا ما بينكم ان احنا بنشغل دماغنا. الفرق بيننا ما بينكم ان دماغكم لو فتحتوها هتلاقوا فيها هوا او تلاقوا فيها حاجة تانية، لكن احنا الحمد لله بنشغل دماغنا ومحدش بيقدر يضحك علينا. نيجي بقى نشوف المسلسل اللي ابتدى. خلاص سيادة الرئيس خلاص اخذ فترة الرئاسة بقى وشهر العسل انتهى. نعرض على ربنا، نقول شكوتنا لله، شكوتنا لله. لا اسقفنا هيعرف يتكلم معاكم ولا بابانا هيعرف يتكلم معاكم. بابانا بيطبل لكم واسقفتنا بتطبل لكم، لكن انا بقول شكوتنا لله فيكم. احنا لا بتوع انقلابات ولا بتوع اغتيالات ولا بنعمل جمعيات سرية ولا جمعيات عسكرية ولا بنحارب من تحت الارض ولا بنعمل دسائس، كل شغلنا في النور. حتى لما بنتكلم في المنتديات الدولية بيكون مندوب دولتكم موجود عشان يرد. ما بنشتغلش تحت الأرض، لكن الشغل اللي انتوا بتعملوه ده شغل مش طبيعي، ومش شغل حكومات، ومش شغل ناس ملتزمة وتفهم في الأصول. ده شغل حاجة تانية، ده شغل حاجة تانية. ودافع بكل قوة، ولو سكت البابا وسكت الأساقفة أنا مش هسكت، أنا مش هسكت. وبرضه برجع وأقول ربنا كبير، وخافوا قوي 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 من كلمة ربنا كبير. خافوا منها قوي الكلمة دي. كلمة ربنا كبير دي بنحتمي بربنا وبنستقوى بربنا.
مش هنسكت، هنخاطب منتديات دولية وهنكلمهم على الظلم وهنكلمهم على التفرقة وهنكلمهم على العنصرية، وفي نفس الوقت شكوتنا لربنا موجودة. شكوتنا لربنا موجودة. اللي بيحصل لبناتنا خطف القبطيات وأسلمتهم. وقبل ما ابتدي اقول خطف القبطيات واسلمتهم، لازم تبقوا عارفين حاجه. انتوا عارفين ان في الحكومه المصريه في جهاز كده، معرفش بقى اذا كان تبع الجيش ولا تبع الشرطه ولا تبع امن وطني ولا تبع مخابرات، اسمه جهاز مكافحه التنصير. جهاز مكافحه التنصير. يعني ايه جهاز مكافحه التنصير؟ جهاز بيشتغل على انه يوجه مواعظ وعظات لهدم المسيحيه. ما هو مكافحه التنصير، يبقى يهدم لك الايمان المسيحي بشتى الطرق، عن طريق بلتوك، عن طريق لجان الكترونيه، عن طريق عيال تدخل على اليوتيوب، عن طريق واتيفر. المهم يشكك في ايه؟ في الايمان القبطي. يا ريت كده وبس. طب انت ازاي بتقول لي انك انت بتؤمن بالقران الكريم اللي هو بيقول لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، يعني في حرية انك انت تمارس الديانة اللي تعجبك. طب ازاي انت لكم دينكم ولي دين وفي نفس الوقت عامل لي جهاز مكافحة التنصير؟ ازاي يعني؟ ازاي دي تتفق مع دي؟ طب هل انت توافق يعني ان المسيحيين يعملوا جهاز مكافحة الأسلمة؟ هل توافق على حاجة زي كده؟ لو شفت كده ايه؟ جماعة مكافحة الأسلمة، إيه 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 تخيلك يكون؟ وبعدين إحنا لا يخفى علينا إن أجهزة الأمن الوطني وأجهزة الشرطة ليها دور كبير في أسلمة البنات القبطيات وخطفهم. ونعلم تماما إن في مجموعات شيوخ، ما بتكلمش على في ناس شيوخ صوفية واصحاب طرق دول على راسنا، دول ناس بتوع ربنا ويعرفوا ربنا وناس خيرين، لا انا بتكلمش على دول، لا، في شيوخ بعينهم تبع الدولة وليهم علاقة بأعضاء مجلس شعب وليهم علاقة بتجار مخدرات وتجار سلاح، بقى شيوخ ليهم علاقة بأعضاء مجلس الشعب وليهم علاقة بتجار سلاح وتجار مخدرات، ودول بيدعمهم الأزهر. منتهي القصة دي ومعروفة، وفي كذا بنت اتخطفت ورجعت قالت الكلام ده. ده مش كده وبس، ده لما راحوا الأزهر لقوا ممثلين من الممثلين المحترمين يعني بيقنعوهم بالإسلام عشان ما يرجعوش. طيب القصة بتبتدي بسيطة جدا. اني انت عارف شباب المصريين عموما يعني في شباب واقع كتير يعني، وفي فقراء من المسلمين ومن المسيحيين، لكن بيبقى في عرض مجدي انك انت يا واد يا شاب يا مسلم لو انت عرفت توقع بنت انت وشطارتك، وقعت بنت واحد غلبان هتاخد لك 20,000 30,000 لو جبتها للاسلام. لو وقعت بنت واحد بقى في منصب كبير، لا ده ممكن نديك 50 70 ممكن 100,000 حسب وضع العيلة. فشد حيلك وقوم بالقصة دي. فبقى طريق وظيفة انك انت لو ما عندكش فلوس انت ممكن تحصل على فلوس من خلال انك توقع بنت قبطية بأي وسيلة كانت. طبعا انتوا عارفين ان التكاتك في مصر مش بتترخص يعني، ومعلهاش نمر اساسا. فبقت التكاتك والحاجات اللي زي كده والعربيات اللي مالهاش نمر دي اساس للخطف البنات. يعني وانس ان بنت ركبت عربيه زي كده وركبت التوك توك يفتح بيها ويطلع على اي حته، ينزل على حته حتى لو صرخت ولا عملت ايه، يشربوها حاجه، تتخدر، تنام هي متخدره، يقلعوها ملط، يصوروها فيديو، يمارسوا معاها الجنس، تصحى البنيه يوروها الشريط، لو رجعت لاهلك ادي الشريط، هيتذاع على الانترنت واهلك هيذبحوكي عشان عملت كده.
يمين شمال، البت ترفض ترفض، يدوها في المخدرات على فترات طويلة لغاية البت ما تسلم وممكن تحمل. البت تكون تحت السن 14 سنة 11 سنة 12 سنة، تخاف تترعب، وكل مدى في أفلام وكل مدى أفلام البت هتتفضح، حملت هتعمل ايه؟ العيل هتوديه لمين؟ خطة شيطانية وسخة برعاية الأجهزة، أجهزة الدولة، برعاية أجهزة الدولة. الحقيقة الناس اللي هيتفرجوا معايا على اليوتيوب، أنا هجيب لهم 7 دقايق كده لمذيع سهوا خلال حلقة ساعتين قال معلومة عن بنتين مسيحيين مخطوفين. ايه السبب هو قال القصة دي ليه؟ المذيع ده اسمه محمد وراجل على قناة. فاكرين من كام شهر لما في واحدة ست قالت بنتي اتخطفت، بنتي اتخطفت وبعيد عني من 2 3 سنين، وبعد كده طلعت البنت جاية جايبينها مع واحد، مع عمرو أديب، مع واحد متجوزة ومخلفة، وقالوا متجوزين وقاعدين هنا وده بيتنا، اه ده بيتكم مش عارف ايه، وغلطوا. عمرو اديب قال ده بيتكم، وهو طلع استوديو. عمرو اديب قال دول في استوديو. هما البنت مخطوفه وكل حاجه، بس بعد ما الام عملت فيديو كلام من هذا القبيل اتضح ان هم واخدينها وعاملين قصه كده انها متجوزه ومخلفه وقصه مفبركه. المذيع ده قال شايفين الطقم اللي هي قاعده عليه؟ الطقم ده انا شفته فين؟ فحكى القصه. قال ايه؟ وهتسمعوها منه. قال لك في مره كنت في مره مذيع ومعايا المعده، اتصل بي انس الفقي مدير الاعلام وقال لي هنوديك في مكان هتروح تعمل حلقه وتقابل ناس. قال لك رحت ركبت العربيه في مكان بعيد محدش يعرفه، ودخلت لهم في المركز بتاعهم، اخدوني ركبوني عربيه، طلعوا معايا على مبنى امن الدوله في مدينه نصر، طلعوا معايا فوق، طلعت لقيت مبنى كبير، فتحوا صاله لقيت فيها 12 عاملين زي بتوع قاده اسرائيل كده. يا اخوانا في ايه؟ قال له هنفتح وهتسجل مع بنتين. قال له طب انا ما جبناش معدات تصوير. قال له ولا يهمك. فتح اوضه قال لك لقيت استوديو كامل بتاع تصوير. شويه جم البنتين، بنتين كانوا بيحبوا بعض، بنتين بيحبوا 2 مسلمين وهم مسيحيين، هربوا في 7 محافظات. قالوا له عايزينك تعمل معاهم حوار. قال له طب يعني ما معاش معدات؟ قال له صور هنا وادي الاستوديو. المذيع بيقابل الاثنين، قال له ده احنا هنا في هنا. المذيع هو وطالع حب يدخل دورة الحمام، لقى كاميرات بتصور، كل مكان في كاميرات بتصور حتى اوضه النوم، فخاف. قال لك ايه ده؟ ايه يا عم انا خفت ادخل التواليت اعمل تواليت لاكون بتصور. بعد ما عمل الحلقه بيسال البنت بيقول لها انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالت له احنا مبسوطين، احنا متجوزين هنا وكل واحد مديله شقه، احنا في اوتيل واكل وشرب وزي الفل. الله والله مبسوطين. قال لهم احنا مبسوطين جدا ومتراعين وزي الفل. طبعا مكان في تصوير في كاميرات وفي سراير، افهموا انتوا براحتكم بقى ايه اللي بيحصل وتحت رعايه مين؟ تحت رعايه الشرطه. الراجل المذيع في الفيلم حلف بايمانات ربنا كلها ان ده حصل. وبعد ما خلص عايز ياخد الشريط التسجيل، نده الضابط قال له ما تلغيش كتير مع البنات، تعال هات الشريط. قال له ليه؟ ما هاخده عشان يذيعوا. قال له لا احنا اللي هناخده. قال له لا ده محتاج دوبلاج، احنا هنعمل له دوبلاج. قال له هنا في كل حاجه، حتى الدوبلاج بيتعمل عندنا هنا، حتى الدوبلاج عندنا بيتعمل هنا. قال لك ورجعت، وبعد كده رجعت لانس الفقي قال له طب الحلقه اللي سجلناها؟ قال له لا خلاص الموضوع اتلغى، تسجيل الحلقة اتلغى. ده مذيع مسلم بيتكلم عن بنتين. في نقطة مهمة قالها الراجل، اللي ركزوا لو هتسمعوها في الفيديو، بيقول ايه؟ طب البنت دول جبتهم ازاي؟ قال لك البنات دول اتنقلوا مع جوازهم، كانوا بيحبوا 2 مسلمين واتنقلوا في 8 محافظات. وبعدين قال لك جبناهم في 48 ساعة. قالوا في 48 ساعة جبتوهم؟ قالوا عشان القيادة السياسية كانت عايزة كده. 48 ساعة وجبتهم؟ قالت لك ولو القيادة السياسية عايزانا نجيبهم في 24 ساعة نجيبهم. لو القيادة السياسية عايزانا نجيبهم في 24 ساعة نجيبهم. أنا بقى هقول لحضرتك الطقم ده فين. بص الزرع
سريعا كده عشان ايه استقبل الاستاذ اللي ممكن يكمل معانا في القصه دي. سريعا سريعا مريعا، في سنه من السنوات قبل ثوره يناير، بنتين مسيحيتين حبوا ولدين مسلمين في المحله او حاجه زي كده، والبنتين العيلين كانوا بيركبوا توك توك او حاجه تكاتك، وكانوا البنتين دول بيروحوا المعاهد ويروحوا ويرجعوا الدراسه ويرجعوا. العيلين شبكوا معاهم الاثنين، الاربعه حبوا بعض، عايزين نتجوز، لا ده مسلم، لا ما ينفعش تتجوزيه، ده انت مسيحيه. الاربع عيال خدوا بعض وطاروا، اختفوا تماما. القضيه اتفجرت وبقت قضيه رهيبه بمصر، اختفاء فتاتين، والمسلمين يقولوا ده الكنيسه مخبياهم، والمسيحيين يقولوا ده المسلمين مخبيينهم. الى ان فجاه كنت انا رئيس تحرير برنامج ومعروف يعني، اتقال لي بالنص كده من انس الفقي وزير الاعلام، رحت مكتبه، اتقال لي هتروح انت وفلانه، عربيه هتجيلكوا دلوقتي، او سوري هتتقابلوا في مكان كافيه اسمه كولومبس، كان في قدام المصل واللقاح في الدقي، هتجيلكوا عربيه من هناك توصلكوا لوزاره الداخليه في وسط البلد، وهناك هيقول لكم تعملوا ايه. انا كنت فاهم ايه الموضوع اصلا، يا فندم ايه الموضوع يعني حضرتك؟ قال لي مالكش دعوه، انت بس روح اعمل اللي انا بقول لك عليه ده. ركنت انا عربيتي عند الكافيه ده وطلعت، قابلت الاستاذه هناك، وبعدين حد كلمنا، نزلنا خدنا عربيه وصلتنا وزاره الداخليه. دخلنا وزاره الداخليه لقينا البيانات بتتفتح والاسلحه بتتعمل، ايه يا جماعه فيها؟ قال لا لا ما تخشوش، في عربيه تانية هتركبوها هتوديكوا حته تانية. ركبنا عربيه ميكروباص من داخل وزاره الداخليه، وديتنا امن الدوله اللي في مدينه نصر. دخلنا مبنى امن الدوله في مدينه نصر، اسمائنا والبطاقات والحاجات، ودخلنا دور ارضي كده، وانا واقف بعد ما نزلنا من العربيه لقينا انا ببص بعيني لقيت جراج ومبنى كده. فدخلنا في دور ارضي، مشيت في كوريدور كبير واسع، كل الاوض اللي عليه ارقام ما عليهاش اسماء، يعني مش مثلا مدير شؤون كذا، لا ارقام. اخر الطرقه خالص على اليمين دخلت مكتب، لقيت 14 واحد شبه مؤسسين اسرائيل القدام، شبه بن جوريون كده والناس دي. قعدت اتفرج على الناس دي غريبه جدا. دخل واحد ويتر قال لي تشرب ايه حضرتك؟ فقلت له سحلب. فاكتشفت انه جاب لي سحلب فعلا وبسبوسه وحاجات كده، انا كنت بهزر يعني. وكانوا بيكلموا على الحج، وحضرتك كنت طالع معانا الحج طارق بيه وبتاع كده يعني. بعد شويه قلت لهم ايه الموضوع يا اخوانا؟ قالوا البنات المسيحيه دي احنا جبناهم، هربوا في 8 محافظات، كتبوا كتابهم في مش عارف في الفيوم او فين، وهربوا على سوهاج، ومن سوهاج طلعوا على اسوان، والمهم هربوا في 8 محافظات واحنا جبناهم. فانا انبهرت وبقي اتفتح كالعاده الساذج يعني، قلت له حضرتك هربوا في 8 محافظات وجبتهم في 48 ساعه؟ هو قال جبناهم في 48 ساعه. قلت له حضرتك جبتهم في 48 ساعه؟ قال لو القياده السياسيه كانت عايزانا نجيبهم في 24 ساعه كنا جبناهم. فانا مش فاهم ايه اهميه القصه يعني. فالمهم بصرف النظر عن تفاصيل كتيره منها، ان انا دخلت حمام فاكتشفت الكاميرات ولقيت اوض نوم، فخفت اكون بتصور فما رضيتش، فقلت للزميله اللي معايا بلاش تخش الحمام. قالت لي عشان كذا ما رضيتش تخش، ولا عاملين كده، بس ما كنت بهزر يعني. فبيقول هنا البنتين وهنا الولدين معانا وهنصورهم وهتصوروا معاهم. فانا بمنتهى السذاجه قلت لهم صور فين؟ قال لي هنا. قلت له صور مين؟ قال لي البنتين والولدين هنا هتصوروا معاهم يعني. قلت يا فندم ده احنا محتاجين كاميرات واستوديو وحاجات وبتاع. طبعا مؤسسين اسرائيل اللي كانوا قاعدين دول قعدوا يبصوا لي ويضحكوا كده، ان انا اهبل قوي. وايه الواد الاهبل؟ جايبين لنا واد اهبل. مين الاهبل ده؟ فالراجل قال لي بالظبط كده، اتفضل واحد منهم يعني، واحد شاور لهم كده طارق بيه ده شاور لهم انهم ياخدوني يعني. وانا والمدام الاستاذه يعني، فعديت الطرقه للباب اللي في الوش يعني، الراجل ده بابه كده والباب اللي في الوش. اتفتح الباب ديت استوديو. استوديو كامل كاميرات ايه ده يا اخوانا؟ يا اخوانا الجو ده ومصورين. ولقيت الطقم ده والله العظيم ورب العزه والله الذي لا اله الا هو، ولقيت الورد ده الزرع البلاستيك ده. وبعدين انا هموت والفضول وكلني. فهم في ترابيزه كده، واحنا اللوكيشن الست اللي بنصور فيه هنا اللي هو الكنبه برضو نفس الكنبه دي والحاجات دي، وفي ترابيزه كبيره هنا كده قعدوا عليها مؤسسين دوله اسرائيل. فانا رحت كده عند البنت منهم وقعدت جنبها وقلت لها
وانتوا ساكنين فين؟ يعني هما ماسكينكم فين؟ قالت لي مش ماسكيننا. قلت لها بنفس طريقه زبيده كده. قلت لها انتوا ساكنين هنا يعني؟ قالت لي اه ساكنين هنا. ده هنا فندق، والله فندق ولا الهيلتون. بنوته بسيطه يعني. والله وايه واكل ووجبات وحاجات هنا؟ قالت لي هنا. وكل واحده وانت وجوزك قاعدين فوق؟ قالت لي انا وجوزي قاعدين هنا والثانيه وجوزها قاعدين وبتاع. الراجل سمعني واحد من الضباط فعمل لي بايده كده. قال لي ما ترغيش معاهم كتير قوي. اخلص. ماشي. قعدت الاستاذه المذيعه وانا قعدت اشتغلت مخرج ومعد. وبعدين بعد ما خلصت جيت باخد الشريط اللي احنا صورناه. فالظابط مسك ايدي كده وقال لي لا الشريط احنا خليه معانا. قلت له لا ما هو ده هنمنتج يعني. قال لي لا المونتاج هيتعمل هنا. قلت له هنا فين؟ قال لي هنا. فقلت له يعني انتوا عندكم استوديو مونتاج؟ قال عندنا كل حاجه. قلت له احنا هنذيعه بكره الساعه 8 او الساعه 10 تقريبا. قال لي مالكش دعوه. قبل الساعه 10 يكون عندكم الشريط متمنتج، ولو عايزين التتر ابعتوا لنا التتر نحطه لكم. ده انتوا جاهزين بقى. فكان في برنامج صباح الخير يا مصر عايز صور فقره مع البنات دي. فانا ماشي انا والاستاذه فالمذيع بتاع صباح الخير يا مصر بيقول لي خليك معايا. والاستاذ على فكره شاهد على ده، والاستاذ شاهد على ده، وانا سلفي شاهد على ده. فبتاع صباح الخير بيقول لي خليك معايا خريج الجزء بتاعي وبتاع مش عارف ايه. قلت له انا مستعجل. فالاستاذه قالت لي انا همشي. فقلت لها استنى تفصيل لعربيتي. فظابط قال لي خليها تمشي واحنا هنبعت نجيب عربيتك. قلت له عربيت مين؟ قال لي عربيتك انت. قلت له هجيبه منين؟ قال لي من قدام كولومبس قدام مصر ولقاح. فانا استظرفت قلت له معكش المفتاح ضاع مني. قال لي هنجيبها لك ومفتاحين جداد. فانا استغربت جدا. على كل حال يعني تاني يوم الساعه 12 الظهر قابلت انس الفقي قال لي بقول له الناس كانت وعدانا الساعه 12 الظهر هيبقى الشريط معانا. فانس الفقي بقى قال لي كده بالظبط الموضوع اتلغى. يعني اتلغى؟ قال لي مش هتذاع. الخلاصه ان الديكور ده بنفسه بنفس الالوان بنفس الحيطان بنفس الزرع البلاستيك. انا مريت بالتجربه دي. وعلى فكره لا البنات كانوا مضروبين ولا الولاد كانوا مضروبين، كانوا عايزة الفل. انا ما اعرفش هما فين دلوقتي. ده خليكم تفكروا الامور بتمشي ازاي في مصر، وتفكروا في قصه كفر دلهاب اللي انا قلت لكم عليها في الاول. النهارده هنبتدي بقصه قصه. اول قصه القصه اللي وجعتني. القصه اللي وجعتني قصه البنت دي. البنت دي اسمها ميراي جرجس من سوهاج في طهطه. ميراي جرجس من سوهاج في طهطه. نزلت الجامعه في سوهاج عشان تشتري شويه كتب. اختفت يوم 4 في شهر 4 من خمس ست ايام يعني. من خمس ست ايام في شهر 4 سنه 2018. الساعه كام؟ الساعه كام؟ 12 ونص الظهر. وكانت بالتليفون مع باباها لحظه بلحظه. اتخطفت، اتقفل التليفون. انا اتأثرت بالبنت دي ليه؟ الحقيقه اني والدها اللي هو الاستاذ جرجس عمل البوست ده في الفيسبوك. والدها اخدتوا بالكم؟ كاتب البوست ده في الفيسبوك اهو. لو حد ثبت الصوره هيقدر يقراه. كاتب ايه والدها؟ بنتي ونور عيني مختفيه من الساعه 12 ونص الظهر يوم 10/4/2018. ذهبت الكوامل سوهاج لحضور محاضرة بتجارة عربي الفرقة الثانية، موبايلها مغلق، وذهبنا لجميع مستشفيات سوهاج أبلغونا لم تدخل حتى الآن، وبعد مرور 24 ساعة على اختفائها ولا أي خبر. رجاء محبة لكل قراء البوست مشاركته على أوسع نطاق، ومن يعرف أي معلومة مساعدتنا أبوها وأمها وأخواتها وكل العائلة في حالة انهيار كامل. وشكرا لتعب محبتكم، فهي بنتكم ميراي جرجس صبحي. وحط الراجل ثلاث أرقام تليفونات. الشيء اللي أنا حزني، أنا الحقيقة الأستاذ جورج قريت البوست بتاعه ما قدرتش أكتب له حاجة، ما قدرتش أكتب له أي رد.
فحبيت تشوف الراجل ده مين، جورج صبحي ده، لأنه من الأصدقاء عندي على الفيس. ففتحت البروفيل بتاعه لقيته من مؤيدين السيسي، وحاطط تدعيم للسيسي في الانتخابات، وحاطط أغنية قالوا إيه علينا وقالوا إيه، وحاطط علم مصر، وحاطط أغاني تحيا مصر. ياه أنا اتوجعت والله. حتى مؤيدينك يا سيادة الرئيس ما تعتقوش، يعني حتى اللي على صفحاتهم بيأيدوك. خش كده على صفحة الأستاذ جورج صبحي، أستاذ جورج الصبحي أبو البنت، شوف البروفيل بتاعه شكله إيه. عمره ما اعترض الراجل، بيأيد الرئيس السيسي وبيأيد الحكومة وبيأيد الوطن، ولا اشتكى من بنزين ولا اشتكى من جاز، وكان بيدعي للناس كلها وبيدعي للناس المريضة على صفحته. وعلى صفحته شفت كذا حاجة، ان في كذا مريض هو بيدعي لهم. يا ترى الراجل ده يستاهل يتساب ودمعته على عينيه؟ الراجل ده يستاهل ان ده يحصل معاه؟ يا عالم يا عالم، ما عندكمش رحمة، ما عندكمش دين، ما عندكمش شفقة، ما عندكمش إنسانية. انتوا كفرة، انتوا كفرة، ما بتحسوش، ما بتحسوش بالضنا. مش هي بس، ده كتير. انا حورد لكم جزء بس من اللي عدى عليا بسرعة. اختفاء كريستين لمعي من بنها ليلة عيد القيامة في ظروف غامضة. ادي كريستين ليلة عيد القيامة، ومعرفش بقى انا لما بفتكر ليلة عيد القيامة، فاكرين لما قالوا فتح المعابر؟ وقلنا دايما كلمة فتح المعابر دي انا بالنسبة لي شفرة، شفرة اعمال ضد الاقباط. تفجير قتل اختطاف زي الشفرة بتاعت السادات زمان وجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر قال دي لسبس امامه قناة السويس. فاكرين السادات لما قال ممنوع ذبح الاناث؟ منشط عريض، ممنوع ذبح الاناث. الناس كلها لما سألت ممنوع ذبح الإناث إيه؟ قالك يذبحوا العجول، لكن إناث العجول لا. طب ليه ما قلتش ممنوع ذبح الجاموس؟ لا، هو قال ممنوع ذبح الإناث. كان فيها شفرة إن القتل لذكور الأقباط، لكن الإناث نحتفظ بيهم، الإناث نحتفظ بيهم عشان طبعا وعاء، وعشان نذل الأقباط. لكن إن شاء ربنا كل اللي بيجي على الاقباط نهايته واضحه، وبنقولها بكل قوه، احنا ما بنخافش. اللي بيجي على الكنيسه ولا ابناء الكنيسه ربنا ما بيرحموش، مش احنا اللي منكم فيك ربنا بيخلص، ربنا بيخلص. رشا خلف ثابت برضه اختطفت. رشا خلف ثابت عمرها كام سنة؟ رشا عمرها كام سنة يا عدمات الدين؟ 14 سنة. طالبة في مدينة الفشل، عزبة حافظ، بني سويف، قصر. طبعا ما هو حبيب العدلي منع جلسات النصح والإرشاد. يعني انتوا تخطفوا وتسكروا وتخدروا وتحملوا البنات وتأسلموهم على اساس ان مفيش رب، على اساس ان مفيش رب فايق شايف اللي بيحصل ده، وعلى اساس دول ما لهمش اهالي، ما لهمش ناس بتبكي عليهم. الضنا مش غالي. دي
اسمها نانسي جرجس يوسف ميخائيل من امبابة. ما خلصت الانتخابات خلاص، الرئيس اخد اللي هو عايزه خلاص، نفتح بقى ونشوف مصالحنا. احنا وقفنا كتير. البناية دي اسمها نورة كمال شوقي شحاتة، نورة كمال شوقي شحاتة، 16 سنة من شبرا الخيمة، متغيبة من امتى بقى؟ 11 يناير. احنا بنرجع لورا، انا برجع بيكم لورا، ابتديت بيكم بالاحدث برجع بيكم لورا. الساعة 2 الظهر لغاية دلوقتي ما نعرفش عنها حاجة. اهي إيرين نفس الكلام، بنية اتخطفت وهي رايحة الكلية اهي. على فكرة ما عتقوش حتى المتجوزين ومخلفين اهي. دي مدام ميري عدل بلاد، مدام ميري عدل بلاد، 40 سنة، متجوزة وعندها 4 أطفال، خطفوها البهوات. طب والتلات أطفال لقيت يتيموا عادي. طب جوزها ما يغور في 60 داهية. أنت يعني أنت بتتعامل مع ناس بتحس؟ أنت بتتعامل مع ناس بتحس؟ شوفوا دي قديمة شوية، دي مريم إكرام خليل بسخرون، مريم إكرام خليل بسخرون، 25 سنة، من أبو قرقاص المنيا، أبو قرقاص المنيا، اختفت في 6 أبريل 2017. سؤال 6 الشهداء، حوالي 6، زي ما في واحد صديق نادر بيقول 6 حالات يا دكتور، 6 حالات في الشهر يعني مش حاجة قليلة، لكن اللي بيخليني أفكر، شايفين ده مين ده؟ حد فاكره يا جماعة؟ ده ما اتخطفش، ده ذكر من ذكور الأقباط، راجل شهم، بس حظه إن هو مسيحي. ده لو مسلم وعمل اللي عمله كان زمانه بقى بطل قومي عند المسلمين. زي كده متولي الشرقاوي، عارفين متولي الشرقاوي اللي عملوا له يا متولي يا متولي، عملوا له مديح اهو، ده رامي عاطف خلة. ايه قصة رامي عاطف خلة دي؟ قديمة، بس انا عايز ابين لكم ان الحكومة وحتى القضاء وحتى البوليس وحتى الامن بيتساهل في خطف الاقباط. قصه حصلت في 2008، رامي ليه اخت ممرضه اسمها مريم وليهم جار. رامي اخته كانت مصاحبه اخت الجار ده وبتطلع معاها وبتشتري. اخت محمد صالح، اسمه محمد صالح، الواد اللي اغتصب البنت دي اسمه محمد صالح، فهي صاحبه اخت محمد صالح، مريم اخت صاحبة أخت محمد صالح، أخدتها أخت محمد صالح وغوتها في مكان، شربتها حاجة كده كده كده، الواد اتمكن منها محمد صالح ونام معاها. المهم البنت اختفت وخلفت، اكتشفوا بقى إنها اتجوزت محمد صالح وأسلمها، وإنها بعد ما اتجوزته ب6 شهور خلفت. يعني ايه؟ يعني في 3 شهور كانوا ايه؟ اللي هو اتضحك فيها على البنت. طيب وبعدين؟ محمد صالح واخد البنت في بلاد تانية وعايش فيها. طيب يقعد ويسكت في البلاد التانية؟ لا. ما انا بقى مسلم والدولة مسلمة والحكومة بتسندني، لا ده انا هاخد شقة في بيت قصاد بيت ابوكي وقصاد بيت امك واذلهم بيكي.
فجابها بقى بعد ما خلفت وسكن بيها في بيت قصاد بيت ابوها وامها واختها، وكل شويه يطلع قدام البيت فارد عضلاته ان هو يعني واد ابن بارم ديله، ويشتم بالصوت العالي ويلقح كلام على المسيحيين والمسلمين، وينزل يدخل ضرب في يدخل يضرب البنت مريم بالصوت العالي، يضربها بحيث صوتها يطلع ومحدش يقدر من المسيحيين يجي يحوش. طب وبعدين؟ البنت بعد كده ما استحملتش، عايزه تسيبه وترجع تبقى مسيحيه. البنت مريم عايزه تسيب محمد صالح وترجع مسيحيه. اتصلت باخوها اللي هو عاطف، اللي هو دوت اللي هو رامي عاطف، الحقني يا اخويا، انقذني يا اخويا، انا عايز ارجع بس خايفه على بنتي لا ياخدوها، خايفه على بنتي اللي مخلفاها لا ياخدوها. طب يعمل ايه عاطف؟ يعمل ايه رامي عاطف؟ اشترى حته سلاح آلي وقال انا اروح اخد اختي من عندهم بالقوه، تهديد. فراح داخل البيت عندهم، قطع نور الشارع كله الاول، قطع نور الشارع، ودخل بيت الناس دول وقال له انا عايز اخد اختي. اتعرض له محمد، اتخانقوا مع بعض يمين شمال يمين شمال، فتح النار السلاح الالي مع التهويش، خبط عمنا محمد ده باربع طلقات، وخبط اخته في كتفها الشمال اخدت لها طلقتين، والبنت حتى البنت الصغيره اخدت لها طلقه في رجلها. هرب رامي، هرب. طبعا البوليس جه يقول لك اجراءات قويه من البوليس. عمل ايه البوليس؟ جاب ام رامي وابو رامي واخوات رامي وحبسهم. طبعا طار الخبر لرامي، وعم رامي كمان حبسوه. عم رامي صغير في السن برضه، مش كبير يعني، شاب صغير. طار الخبر لرامي ان امه واخواته وعمامه ممسوكين، قال لك لا اسلم نفسي. راح القسم وراح مسلم نفسه في 8 اكتوبر 2008. التزوير مش كده وبس، يعني هو سلم نفسه يوم 8 اكتوبر 2008، كتبوا التقارير والمحاضر على اساس انها 7 اكتوبر، وهو مسلم نفسه 8، وتقرير الطبيب الشرعي برضه للكشف عليه بتاريخ 7، مع انه مسلم نفسه 8 اكتوبر، ما هو الورق ورقنا، نعمل اللي احنا عايزينه، ايه غير كده كمان؟ ده هو مسلم نفسه، هم قال لك قامت لجنه وبالتخطيط مع الامن الام النصب اللي بيعملوه بتوع الصحافه دول، وتم قبضه في المكان الفلاني في قريه، مع انه هو مسلم نفسه. وكمان اتهموا عمه انه اخده بالعربيه هربوا، فجابوا عمه معاه، مع ان عمه ده لا بيعرف يسوق عربيات ولا عمره ساق عربيه ولا معاه شهاده سواقه عربيه. ينتهي الموضوع بايه؟ تحويل اوراق رامي عاطف خله وعمه للمفتي، مش للبابا طبعا، ما احنا حتى احنا بيحكم علينا المفتي. احنا ورقنا ما بيروحش للبابا، وعلى فكره حتى لو راح للبابا هيحكم زي ما عايز الحكومه، ما علينا، ما هي دوله كلها دوله هشتك بشتك، دولة هشتك بشتك. اتحكم عليه وعلى عمه اللي اساسا ملوش دور بالاعدام. وعلى فكره رامي لما سالوه قال لهم لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته. وقال لهم كان نفسي انا اختي مريم تزورني. على فكره اخت مريم حصل لها بتر في دراعها الشمال من الطلقتين اللي خدتهم. فلما لما اهلها قالوا ان رامي عايز يشوف اخته، راح البوليس مسك عيلة رامي وقعد يضربهم في القسم، ضربهم جلدهم، ازاي تقولوا كده؟ دي مسلمة راحت عند مسلم، ازاي تشوف اخوها؟ ورامي قال انا عندي سلام نفسي، وكان مبتسم جدا وفي سلام عالي جدا، وقال هقابل ربنا وانا مرتاح ان اخدت بشرفي، لان اساسا هو في الاميرية، واساسا ساكنين في الاميرية، واساسا من اصول صعيدة. اللي يقول لك مفيش رجاله، لا في رجاله في الصعيد، بس شوفوا المعامله بتاعت القضاء ايه. شفتوا حكموا عليه، مع ان هي قضيه شرف، اغتصبت. وعلى فكره كمان الواد اللي اغتصبها تاجر مخدرات، لكن عادي الحكومه تقف مع تاجر مخدرات، عادي تقف مع مغتصب عادي، طالما الضحيه قبطي. لكن سيظل رامي عاطف خله رمز للرجولة حتى ولو كان مات، انه شخص
كان راجل وعرف يدافع عن نفسه، ولما مات مات راجل. انا بطرح الامثله دي ليه؟ انا قلت لكم برامج الاسلمه بتتم، وفلوس من الازهر ومن السعوديه للاسلمه موجوده، والامن وفي اجهزه في الامن وفي فنانين في الامن بيغوا البنات القبطيات. والسؤال هنا اشمعنى البنات؟ ليه ما بتغوش الرجال؟ لان في بعض الناس من الحكومه وعايزه تتباسط مع الحكومه وعايزه تعمل سياسه ود مع الحكومه، تقول لك البنات دي راحت عشان هي كده. طب ولما هي كده ليه ما رجعتوش جلسات النصح والارشاد عشان البنت اذا كانت مبسوطه قوي كده ولقت اللي ماشيت معاه راجل كده تقول لا انا عايز زي بابا، انا قاعد معايا بابا، خلاص تتلهي وتقعدي معاه. اذا قالت لا يا بابا انا عايز ارجع لمسيحيتي ارجع. لكن حبيب العدلي وقانون حبيب العدلي والغاء جلسات النصح والارشاد دي نقطه ضدكم ونقطه تعيبكم، وتظل مصر باجهزتها القمعيه وسلطتها خاطفه للقُصّر ومؤسلمه لهم قسرا قسرا. الكلام ده ممكن يكون ما كانش بيتقال لكم قبل كده صراحه، لكن هيتقال لكم وهتسمعوه كتير من بعد كده، مش شرط مني، لو انا مش موجود غيري هيقولوا لكم، هيطلع لكم ناس من تحت الارض تقول لكم الكلام ده، تقول لكم الكلام ده. عيب عيب، اختشوا الا الاعراض. كسر الكنيسه، هدم الكنائس، اغلاق الكنائس نوع من كسر للاقباط. خطف الستات وخطف البنات عايزين تكسروا عنين الاقباط. لا، ولما يقول لك اصل الرجاله مفهوم الاقباط مفهومش رجاله، امال لما بتعملوا لكم فيلم بقى اللي يقول لك ده اغتصب مراتي، مسيحي اغتصب مراتي، مسيحي ماشي مع مراتي وتحرقوا محلات وتحرق، ده كان ايه ده؟ ده كان ايه ده؟ ده كان ايه؟ انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ كرهتونا في العيشه معاكم. وسط كل ده، وسط القرف، بتظل في امثله جميله بنعتز بيها، زي البنت دي محجبة ماسكة صليبه بتبوسه وحتى القرآن على راسها، يعني بتؤمن بالقرآن وعلى راسها وبتحترم الصليب كرمز للمسيحيين. في أمثلة كده حلوة وجميلة بنحبها وبنحترمها، مثال للبنت دي احنا كمان بنحطها فوق راسنا، لان ده النموذج المسلم اللي احنا تربينا معاهم، مش النموذج اللي عايزاه الحكومة. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ان الحكومة هي اللي بتخلق الطائفية، والحكومة هي اللي بتقفل الكنائس، والحكومة هي اللي بتخلي السلفيين يقوموا بالمظاهرات لقفل الكنائس، والحكومة اللي هي بتساعد على الأسلمة، والحكومة بتعمل وبتعمل 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 وبتعمل، وهي اللي بتزرع الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، الحكومة. لكن احنا معتمدين على مثال البنت دي، البنت المحترمة دي اللي زي ما حطت القرآن على راسها وبست الصليب، احنا كمان بنحطها على راسنا وبنحترمها. في مثال تاني كمان لازم انتوا تحطوه على راسكم، مسلمين او مسيحيين، الشباب اللي زي دول. مين الشباب دول يا شباب؟ دول شباب ماسكين علم مصر. بس مين هم؟ مين الشباب دول اللي ماسكين علم مصر؟ مين الشباب دول اللي ماسكين علم مصر؟ دول الشباب اللي الازهر رفع عليهم قضيه ازدراء اديان عشان عملوا على داعش فيديو 29 ثانيه واتحكم عليهم بخمس سنين سجن وسافروا سويسرا. سافروا سويسرا وسابوا اهلهم وسابوا ناسهم، لكن ما نسيوش مصر. في مباراه مصر مع البرتغال راحوا المباراه وهم شايلين علم مصر. ليه؟
ده ليه؟ عشان احنا ما فيناش خونة، احنا الاقباط ما بنخونش مصر. انتوا ممكن تخونوا مصر، وممكن تخونوا ترابها، وممكن تضحوا في ترابها، لكن احنا لا بنخون مصر ولا بنضحي في تراب مصر ابدا. الحتة التالتة اللي انا قلت عليها، السيسي وخطف القبطيات والقيامة وكسر الكنائس. أسيرت في عيد الميلاد، في عيد القيامة المجيد، ليه رئيس الدولة بيزورنا في عيد الميلاد وليه رئيس الدولة ما بيزورناش في عيد القيامة؟ وده يفسر حاجة تانية خالص، ان البابا لما صلى عيد الميلاد صلاه في الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، ولما صلى عيد القيامة، وانا قلتها لكم، قلت لكم هيصلي عيد القيامة في العباسية، في كاتدرائية العباسية. طب ليه ما صليتش يا قداسة البابا عيد القيامة في كنيسة الكاتدرائية الجديدة؟ عشان السيسي مش جاي. ليه بقى السيسي مش جاي؟ عشان السيسي ما بيعترفش بعيد القيامة. طيب، انا قلت في فيديو قبل كده، انا لما بهني اخواتي بعيد رمضان او عيد المولد النبوي الشريف او الاسراء والمعراج، ده مش معناه ان انا بؤمن بدول. انا مسيحي، فكوني بهنيك بالاسراء والمعراج ده مش معناه ان انا مؤمن بالاسراء والمعراج، ولا ان انا مؤمن بكذا ولا مؤمن بكذا، بس بهنيك احتراما انك انت بتهتم بالعيد ده. ولو عندي جار ليا، صديق ليا هندوسي، هاجي في عيد الهندوسين اعيده، اعيد عليه بعيد الهندوس، مع اني انا مش هندوسي ولا بأمن بالهندوس. ولو في واحد بهائي في عيد النيروز بتاع البهائيين، هعيد عليه بعيد النيروز عشان الصداقه اللي بيني ما بينه، واتمنى له حياه جميله، مع ان انا ما بأمنش بالبهائيين. يبقى كوني انا بهني شخص بشيء مش معناه انك انت بتؤمن بالشيء. بمعنى ايه؟ عشان نكون صراحة مع بعض، المسيحية لا تعترف بديانة بعدها. نسلم على بعض وناخد بعض بالحضن ونعمل حوار اديان ونتفق مع بعض، تمام، زي الفل قدام الناس، لكن من خلال الانجيل ومن خلال كلام الانجيل، بعد المسيح مفيش اديان، خلاص خلصت قفلت. هو كده الدين بيقول كده، لكن بيجي الأساقفة والبطاركة والشعب يهني الأخوة المسلمين بالأعياد، مع أنه مش يعني مش مؤمن بها الأديان دي. فكونك أنت ما بتعترفش بالقيامة، كونك تهنينا بالقيامة، ده مش معناه أنك أنت مؤمن بالقيامة خالص، ولا حتى بالميلاد خالص. ده أسلوب دبلوماسي. لكن لما نرجع بعد العقلية السلفية، لا أنا ما بأمنش بالقيامة، طب ما هو انت وفر على نفسك الحرج، وفر علينا احنا الحرج، لان احنا القيامه عندنا اسمها العيد الكبير. عيد الميلاد ده العيد الصغير على فكره، فانت بتهنينا بالعيد الصغير مش بالعيد الكبير، زي عيد الاضحى وعيد رمضان عندكم. عيد الكبير عندكم عيد الاضحى، وعيد رمضان العيد الصغير. احنا عندنا العيد الكبير هو عيد القيامه. فكونك انت ما تعيدش علينا عيد القيامه، ما بلاها برضو تعيد علينا بعيد الميلاد ليه؟ ليه وليه؟ مش مهم انك تعيد علينا عيد الميلاد خالص، انك انت لما تعيد علينا في عيد الميلاد وما تعيدش علينا في عيد القيامه، ما انت بتوجه لنا شتيمه بطريقه غير مباشره. وكمان حتى ما فيش تهنئه في التلفزيون بعيد القيامه المجيد، ما ده اسمه جرح، انت بتجرحنا. طب ما انت توفر على نفسك ووفر علينا، لا ده ولا ده، لا ميلاد ولا 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 قيامه. لسبب بسيط كمان، احنا مش محتاجين على فكره التهنئه بعيد القيامه. ليه؟ لان احنا في اعظم منكم بيهنينا، اعظم منكم بيهنينا بعيد القيامة. مش رؤساء ولا ملوك ولا سلاطين الارض، لا اعظم منكم، اعظم منكم واقوى منكم بمراحل، وده شيء يشرفنا ان دول بيهنونا. الله ذاته بيهنينا من خلال الطبيعة، ومن خلال ظهور النور المقدس يوم سبت النور. يوم سبت النور بيظهر نور، يطلع من قبر المسيح، يولع الشموع، نور، نار تمسك 50 شمعة مولعين تحطهم تحت خدك ما يحرقوش،
مولعين كتير ما يحرقوش لمدة كام؟ لمدة 33 دقيقة. ال 33 دقيقة دول عمر المسيح على الأرض. بعد ال 33 دقيقة دول لو عرضت النار دي لأي حاجة تحرقها. لكن بيقول لك 33 دقيقة عمر المسيح على الأرض. تخترع ما تخترعش يطلع لك ناس يقول لك فسفر مش فسفر، مفيش حاجة نظام 33 دقيقة خالص خالص، وإعجازي وليها قصة وحكيتها في فيلم القدس عندكم، إن في اللي قبل كده كان في والي خلاهم يصلوا بره الكنيسة، طلع نور من قبر المسيح شق عمود ومازال مشقوق العمود، لدرجة في واحد حارس تركي وقع من فوق نزل على حجر رجليه طبعت في الحجر وقال أشهد أن المسيح هو الله الحي. ده من عند ربنا بيهنينا بعيد، فاحنا مش محتاجين تهنئة بشر، احنا بيهنينا اللي أعظم، بيهنينا الله عن طريق ظهورات وشهداء، غير كده بيهنينا عن طريق الطبيعة. هوريكم كذا مشهد. الزهرة دي بتظهر في أورشليم، الزهرة دي على شكل صليب، ما بتظهرش غير في أسبوع الألام أهي، وموجودة عندكم. الزهرة دي على شكل صليب بتظهر في نيوزيلندا. شوفوا نيوزيلندا فين؟ يعني مش في أورشليم بس، للناس اللي بعيدة وفي قارة تانية. بتظهر في أسبوع الألام في نيوزيلندا على شكل صليب، زهرة على شكل صليب. شجرة دي نوع من أشجار الصنوبر، آخر فرع فيها فوق أطرافها بتبقى على شكل صليب، دي في الخمستاشر يوم بتظهر، خلال الخمستاشر يوم الأخيرة لغاية عيد القيامة، يعني من عيد القيامة اللي قبلها 15 يوم بيظهر شكل الصليب ده في هذه الشجرة اللي هي نوع من أشجار الصنوبر، يتمجد اسم الله. الشجرة دي وهعرض لكم فيديو عنها، فيديو 26 ثانية متحدث بالعربية، أربع ورقات وراها صليب باللون الأسود، وأربع ورقات على شكل صليب وجواه كمان صليب بيبانوا، وهزيع لكم فيديو هتشوفوه على اليوتيوب 26 ثانية عن الزهرة دي. وكما بكت سيدة العذراء إلهها ومخلفها وهي ترى ابنها معلقا على خشبة الصليب، شاركت الطبيعة هذه المشاعر الحزينة ساعة الصلب، وما زالت تشارك حتى الآن، حيث تنمو في مدينة القدس كل عام في أسبوع الآلام زهرة حمراء بداخلها صليب أسود، ثم تجف وتذبل هذه الزهرة أثناء الخماسين المقدسة. زهرة حمراء بأربع ورقات على شكل صليب وبداخلها أيضا صليب أسود وتنمو في هذا الوقت من كل عام، ألا يدعو ذلك للتأمل والتمجيد؟ يبقى احنا هنا ايه بقى بنقول؟ انتوا تروحوا فين؟ معلش يعني الصليب ورب المجد انتوا تهنونا بيه معناها مش موجود وما امشي؟ ده انتوا غلابة قوي على فكرة. على فكرة مش هتكلم على المسيحيين عددهم كام في العالم، بس طائفة الكاثوليك، طائفة الكاثوليك في العالم عددها أعلى عدد مؤمنين على مستوى العالم فوق باقي الديانات. يعني الكاثوليك يقول أول رقم واحد وتيجي باقي الديانات أرقام تاني. غير كده إن الديانة المسيحية معترف بها في جميع الدول، وليست معظم الديانات معترف بها في جميع الدول. كمان الديانة المسيحية لا توجد في تعاليمها، حتى لو اتنطط لي واحد ويقول لي ده في آية بتقول هؤلاء الذين لم أرد أن أملك عليهم هاتوهم هنا تحت قدمي واذبحوهم، أقول له لما تحب تقرأ الإنجيل افهم
المسيح قال ايه؟ ده بيقول لك مثال لواحد كان ملك ارض وكان مشغل عنده ناس، وبعد ما اشتغلوا في الارض ما حبوش يديله فلوس الارض وفلوس الثمر بتاع الارض. ده راجل بيحكي المثل، يعني المسيح بيحكي عن واحد كان عنده زارع وعنده ناس شغالين وما رضيش يديله ثمن الارض، فقال هؤلاء، هذا الرجل قال كده، هؤلاء الذين لم ارد ان املك عليهم هاتوهم تحت قدمي واسبحوهم. ده بيدي مثل عن مثل عالمي علماني حصل، مش المسيح قال هاتوا الناس واذبحوهم. لا يوجد تعليم للسيد المسيح اي تعليم يدعو للقتل ويدعو للدماء. كل تعاليم السيد المسيح تدعو للغفران، وكل تعاليم السيد المسيح التي قالها حدثت، وكل النبوءات التي قالها حدثت، وكل النبوءات عن من سيأتوا بعده قالها وحدثت. وده اللي بيخلينا نتمسك بالمسيح وبالإيمان المسيحي وبالقيامة. حيوان من الحيوانات داعية بيقول طالع كده يقول لك نساء الأقباط، نساء الأقباط للمتعة فقط. ما هو انت حيوان ابن حيوان، يعني لما يطلع داعي يقول الكلمه دي اقول له انت حيوان ابن حيوان، والله كلمه حيوان حرام، احنا كده بنظلم الحيوان. انا عايز اقول كلمه اوسخ بس عيب عشان في ستات بتسمعنا. انت اللي بتقول نساء الاقباط للمتعه فقط تبقى حيوان ابن 60 في 70، ويبقى اللي خلفوك ما عرفوش يربوك، واللي سمعوك من الحكومه وسابوك تقول الكلام ده بدون ما يحاسبوك ولاد 60 في 70، ولاد 60 في 70 نساء الاقباط للمتعة. انت نسيت نفسك ابن مين يا ابن المتعة ذاتها؟ انت نسيت نفسك مين وجاي ازاي؟ مش عايزين نفتح لبعض عيب. طبعا الاخ اللي قال كلمة ده لا ينتمي للمصريين، اكيد ده ابن البادية، ابن البادية اللي اتحدفت علينا، اللي هو بيحس نفسه ناقص من جوه، بيحس نفسه ابن الجارية، هو حاسس ان احنا ابن الست عشان احنا ولاد سارة، هو يقول لك انا ابن الجارية جاي من هاجر. فالاحساس اللي جواه انه عبيد عايز يتسلط على النساء المسيحيين، ودي نار قايدة، نار قايدة يا ابني. ما خلاص ما خلاص، ما هو سيدنا ابراهيم اتجوز هاجر وخلصنا على كده، بقت مراته. لا بس هو مش ناسي ان هاجر دي كانت عبدة، وان ستها سارة اللي هي امنا، فهو برضه حاسس ان احنا اسيادهم. ده احساسك المريض اللي جواك اللي انت عايش بيه اللي انت مش عايز تخرج منه، انت حر. بنحاول نرفعك وبنقول لك اخويا انت حبيبي وتعالى في حضني، وانت زي انت مش عايز، انت تفكيرك من جوا ان دول احسن منك فبتحاول تكيد فيهم براحتك، بس ثق تماما. بتلف تلف وترجع عليك، بتلف وتلف وترجع عليك. احنا بنقول لو النظام ده اللي هو ماسك مصر بيعامل ربنا، بيعامل ربنا الحق مش ربنا بتاع داعش، عشان في ربنا بتاع داعش اللي هو تعاليمه كلها مش حق. انا بتكلم على ربنا اللي فوق بتاع التعاليم الساميه. لو النظام الحاكم بتاع العدل والمساواه وبتاع ربنا، ربنا يثبته. اذا كان النظام بقى ده تبع الشيطان، ربنا يتصرف فيه، ربنا يتصرف فيه مش احنا. احنا ما بنتصرفش، بس احنا بنقول يا رب وربنا هو اللي بيتصرف. اتمنى اكون في الحلقة دي عرفت اجمل المواضيع كلها. اتمنى اكون كنت صوت للناس اللي مش قادر تتكلم. طبعا اعلام مصر، ما فيش اعلام في مصر، ما فيش معارضة في مصر، ما فيش برلمان في مصر، ما فيش حد يقدر يعدل الحكومة، ما فيش حد يقدر يقول لأي حد أنت بتعمل إيه، فما فيش حد بيتكلم. كل الشرفاء بقوا في السجون، كل الصحفيين بقوا في السجون، كل أصحاب الآراء القوية بقوا في السجون. لكن ثقوا تماما أن الكلمة الحق هتتقال، وإن ما لهاش وجه رؤوف هيطلع لك واحد تاني في موزمبيق يقولها لكم. يعني مش واقف على وجه رؤوف، لا، في ناس كتير قوي، في ناس كتير قوي موجودة وبتتكلم. ولو ما فيش وجير رؤوف يحسن تفتكر وجير رؤوف ده بس هو اللي نقفل له قناته، نقفل له الفيديو، نقفل له ولا نضيعه كله شيلة بيلة. راح وجيه في غيره، في غيره، لان كلمة الحق
شرف. كلمة الحق شرف، وما يخافش من كلمة الحق غير كل جبان. كل جبان هو اللي بيخاف. احنا سايبينها على ربنا وبنقول يا رب استر علينا واستر معانا ضعفاء، ضعفاء بس اقوياء بيك يا رب، اقوياء بيك انت يا رب اللي تقدر، وانت اللي تقدر تحمي، وانت اللي تقدر تصون، تقف معانا يا رب. وحنقول كلمة الحق ومش هنتوقف. هحاول اشوف اذا كان في اسئله حضراتكم سالتهاني انا اجاوب عليها. الاستاذ طارق انا بيقول لي تحياتي ليك دكتور، وحشني كتير. اشكرك استاذ طارق. الاستاذ طارق من استراليا. يعني خلوا بالكم مش في حته واحده، احنا منتشرين. الاستاذه سمر من المانيا بتقولي نساء الاقباط مش للمتعه، احنا ما عندناش فقه النساء اللي كله تعليم للمتعة، احنا ما عندناش تعاليم للمتعة والتمتع ولا كتب كاملة للنكاح السليم وطرق النكاح وانواعه. يعني هي بتقول احنا كمسيحيين ما فيش كتب للمتعة اساسا عندنا، فنساء الاقباط مش للمتعة. تمام استاذة سمر تعيش، شكرا للتعليق الجميل. الاستاذ نادر متى بيقول لي المسيحيين بمصر يتجاوز عددهم 30 مليون نسمة. أكيد ده غير اللي بره مصر، ده بره مصر موجود أكتر من 10 مليون. وللأسف نفسي يتحركوا يعملوا حاجة، يعني حتى ولو باللسان، أقل حاجة اللسان اللي أنا بعملها دي. شكرا يا أستاذ نادر. الأستاذ وجدي كامل بيقول يرحمنا ربنا، يرحمنا من شرهم. أمين أمين، من شر الأشرار. في ناس خيرين وفي ناس كويسين وإحنا بنحبهم ونعزهم، لكن ربنا يرحمنا من شر الأشرار. شكرا ليك شكرا ليك. الأستاذ ميلا ثابت بيقول لي ما تلزمناش تهنئتهم في الأعياد طالما التعصب والكراهية ملياهم. بالظبط كده، وأنا بقول لهم ريحوا نفسيكم، ريحوا نفسيكم، يعني ما لا في ميلاد ولا غير ميلاد مش هتفرق معانا، يعني احنا إيماننا قوي بربنا. شكرا ليكم. شكرا أستاذ ميلا. الأستاذ وجدي كامل بيقول لي مخك منور يا دكتور، ربنا يستر عليك. تعيش أستاذ وجدي، ربنا يخليك، ربنا يحفظك. الأستاذ ميلا بيقول، ميلا ثابت بيقول لي دي طبيعة المعاملة السوية، تهنئة المختلفين في العقيدة، ولكن الرجعية والتخلف هو اللي زرع فكر التطرف وأبعدنا عن التقدم. يعني أنا كنت أتمنى يعني حتى الساسة يكونوا مخهم أنضف من كده، يعني الساسة يكون مخهم أنضف من العامة يعني، لكن معلش. نادر متى بيقول لي بيعملوا شو إعلامي. طبعا طبعا هو شو إعلامي، يعني هي حكاية زيارة عيد ميلاد مش لينا احنا، ما احنا بيزورنا في عيد الميلاد وطلعين ابونا بعد كده. الاستاذ ناجي عواد بيقول لي منفيين في سويسرا. الشباب الاربعه منفيين في سويسرا، بس برضو مصريين وبيحبوا مصر وما كرهوش مصر، مع انهم مصر داست عليهم قوي ووجعتهم قوي. ربنا يوفقهم ربنا يوفقهم. الاستاذ وجدي كامل بيقول لي معاك حق، قرف وخزي وعار على كل الاجهزه الامنيه. والله انا مستغرب دول بيفتحوا في وشنا ازاي، انا بستغرب بيجي يقابلوا البابا ازاي، بس طبعا ده شيطان جواهم، شيطان يجيدوا التمثيل والنحنحة. ميلا ثابت بيقول لي دول المتهمين في ازدراء الاديان. مظبوط يا استاذ ميلا، دول اللي اخدوا 5 سنين وهم قصر. الاستاذ نادر بيقول لي شغل سياسة وكله اعمال امنية. بالظبط كده، كله اعمال امنية، كله اعمال امنية، كل ما يحدث من مصر من مشاكل صناعة أمنية بجدارة لإلهاء الشعب عشان ما يسألش ويقول احنا رايحين فين. أستاذ نادر متى بيقول للأسف المطبلاتية للسيسي من المسيحيين هم اللي يقولوا إن البنات ذهبوا بمزاجهم عشان كلاب. المسيح اللي يقول البنات راحت بمزاجها ده كلب، كلب. نادر متى الجاني بريء ما دام المجني عليه مسيحي. مظبوط، لأن مفيش قانون، والمادة الثانية من الدستور بتحق له يعمل اللي عايز يعمله، لان ما بيتساواش دم ده مع ده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، وقلنا الماده الثانيه في الدستور اساس البلاء في مصر. استاذ ناجي عوض بيقول لي شيء محزن. اكيد يا استاذ ناجي. استاذ وجدي كامل بيقول لي دكتور وجيه اللسان عجز عن الكلام ومفيش فايده، هنعمل ايه؟ ما احنا لو ما اتكلمناش هنموت، ما ينفعش، وهي كده كده موته، هي كده كده في النهايه موته. استاذ نادر بيقول لي اخذت اولادها معاها، حاجة حلوة خالص.
الاستاذ نادر متى بيقول لي ابواب الجحيم لن تقوى عليها يا دكتور. على فكره اللي بتقول لي اخذت اولادها معاها ممكن يخطفوها ويخطفوا اولادها، وعلى فكره لو ما تمكنوش منها وعرفوا يعني يخلصوا يخلوها تتغير دينها ممكن يذبحوها وياخدوها يعيلها تجاره اعضاء. يعني ما كل حاجه ليها حل وكل حاجه ليها تمن. ما رضتش تتذبح وتتاخد تجاره اعضاء، هي قصه يعني؟ ما هم اجرام في اجرام، وهي اكتر بلاد شغاله في تجاره الاعضاء فين؟ ما هي مصر. نادر متى بيقول لي ابواب الجحيم لن تقوى عليها. بالطبع ابواب الجحيم لن تقوى عليها. ست حالات يا دكتور، تمام احنا نوهنا عنهم ست حالات في شهر ابريل. نادر متى يا دكتور اجي ربنا موجود وكل الخير ومسير هتنتهي مؤمنين بده، ولولا ما مؤمنين بده ما نتكلمش، ولو عندنا يأس ان الامور دي مش هتتحل ما نتكلمش، لكن احنا واثقين ان الحل اللي جاي. ليه بقى؟ لان احنا مؤمنين برب قوي، مؤمنين برب قوي اقوى من الكل. استاذ نادر متى يا دكتور ربنا موجود وكل الخير مسيرة. شكرا يا استاذ نادر. استاذ حنا فايز، واللي يغيظ يقول لك البنت فلانه دي مش كويسه وبعدها تطلع كلمه لموا بناتكم. قله ادب ووساخه، قله ادب ووساخه. وفي فيديوهات شفتها لبنات حكت حصل لها ايه، حكت حصل لها ايه. الاستاذ عزوز حبيبي بيقول لي ربنا يبارك حياتك. تعيش يا استاذ عزوز، ربنا يخليك ويحفظك، ميرسي جدا ليك. ديدا يوسف المسيح، المشكله ان احنا بنتكلم ومش عارفين نعمل حاجه، حتى نشطاء الاقباط مش عارفين يعملوا حاجه. هي الفكره انا لسه كنت بقولها، المخطط الجديد المعمول ان هم من الحكومه المصريه ان هم يكسروا علاقات نشطاء الاقباط مع بعض، ان نشطاء الاقباط علاقاتهم مع بعض تتكسر وتتقطع ويخونوا بعض. انا ضد ده، وبحاول ان انا كل نشطاء الاقباط يبقوا يد واحده حتى لو كانوا اختلفوا قبل كده. وحتى انا بعرض الامر ده من دلوقتي من هنا، يعني انا بعرضه على الاستاذ مجدي خليل. لو الاستاذ مجدي خليل يعني في امريكا سامعني، لو هو سامعني يعني، او لو هو مش سامعني حد يوصل له اللي انا بقوله ده. لو انت في تحرك معين لخدمه قضايا الاقباط وخصوصا قضايا بناء الكنائس وقضايا الاختطاف والاسلمه وقضايا رجوع جلسات النصح والارشاد وفتح الكنائس المغلقه، وعايز تعمل حاجه في امريكا ومحتاج ناس معاك، احنا مستعدين نسافر ونجي لك امريكا ونقف معاك في كونجرس في برلمان في امم متحده، احنا مستعدين. وان شاء الله انا هقدر ان احنا نرجع كلنا كاقباط مهجر كلنا ايد واحده. مفيش مصالح، احنا مصلحتنا هي القضيه القبطيه فقط. مفيش مصالح شخصيه، بنعامل ربنا، واحنا مستعدين نرجع ونقف مع بعض تاني. وانا بقول العرض ده اهو للاستاذ مجدي خليل على الهواء، وغير مجدي خليل يعني برضه لو في تحرك في كندا مفيش مشاكل، وعندنا ناس في كندا، استاذ مدحت عويد عندنا في كندا، واحنا كمان عندنا من كندا الدكتور ميشيل شنودة، دكتور هاني شنودة برضه نشط قوي جدا في كندا ومعانا في اتحاد المنظمات. يبقى انا في دعوه يا استاذه ديدا اهو انا بوجهها لكل اقباط المهجر ان احنا ممكن نبقى ايد واحده. نادر متى لما هم الغوا عمليه النصح والارشاد، طبعا لانك انت لما هتقابل بنتك وتحتضنها هتقول لك الحقيقه، هم مش عايزينك تعرف الحقيقه، هم عايزين ياخدوا البنت وبعد كده يرموها زي الجزمه يجوزوها العربجي، وده اللي بيحصل. ما هو الراجل بيقول لهم نساء الاقباط المتعه فقط، اللي قلت عليه الراجل الداعي الحيوان ابن الحيوان، بيقول لهم نساء الاقباط للمتعه فقط، بيقول علينا احنا ابن المتعه، بيقول علينا احنا ماشي. ديدا الاستاذه ديدا بتقول الكنيسه قويه واللي بيهدها البابا والاساقفه علشان يحافظوا على كراسيهم والهيلمان اللي عايشين فيه. انا ما اقدرش اقول ان البابا عايز يهد الكنيسه، لكن هو عايز يحافظ على كرسي، وما اعتقدش في انسان مسيحي ارى الانجيل يحاول يهد الايمان، انا ضد الكلام ده، لكن هو خايف لانه عارف ان اللي ماسكين الحكومه دي يعني يعملوا اي حاجه، ممكن يقتلوه ممكن يفجروه ممكن يعملوا اي حاجه، فبيقول لهم امين، ما بيعترضش على اي حاجه. يا ريت يكون سامع كلامي، انا فاهم ده، وفعلا يعني هو اللي اتعمل في سامي عنان وابو الفتوح
واحمد قنصوه، واللي اتعمل في كل الصحفيين وفي كل النشطاء عادي جدا. يقول لك ما السادات عملها قبل كده وحدد اقامه البابا، يعني هو ممكن يعملها برضه، لا اي حاجه يعملها يعني. نادر متى بيقول لي هذا الجهاز التابع الامن الوطني اللي هو اسلمه البنات، يعني متفقين. حبيب مكرم تمام يا استاذ حبيب. حبيب مكرم بيقول لي مرحبا اهلا بيك يا استاذ حبيب، اهلا بيك. ديدا يوسف عبد المسيح بتقول لي كلامك صح 100% سواء عن الدولة ولا عن البابا والأساقف. تعيش يا أستاذ ديدا، ربنا يخليك. مدحت التناغ بيقول لي الكنيسة لا تنكسر وأن أبواب الجحيم لم تقوى عليها. أنا معاك يا أستاذ مدحت، يا أستاذ مدحت، الكنيسة لا تنكسر وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، لكن أنا بقول هم عايزين كسر الكنيسة، هم عايزين يكسروا الكنيسة ومش هيحصل، وربنا هيقوينا ان شاء الله وهينصرنا، وربنا هيجيب لنا حقنا واحنا قاعدين. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، انا ليا معاكم اكتر من ساعه 23 دقيقه. يا رب كل كلمه توصل، انا عارف ان انا اتسمعت النهارده وكلامي وصل حتى ولو كان من قناه تانية. الحلقه هتنزل لكم على اليوتيوب بشكل اجمل، وفيها الدوكيومنت اللي انا قلت لكم عليها اللي هو ما قدرتش اعرضه لكم هنا. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.